الشيء اللي حكيته اليوم بهالمثال هذا انه الانتقال العالمي قطر بالنسبه للفنان يعني فاتت شيء مطلوب لحد الفنان وعالم جديد لازم يكون اي فنان لكن المحاذير دخول العالم الرقمي له حسنات ميزات خيارات كبيره كلها يعني تحط الفنان الانساني لكن ايضا اذا يعني الفنان يكون ملم تماما بواسطة رقمية مستخدمها راح يكسب راح يكون في سلبيات كثيرة في نمط ثاني الرقمية أعطت شرائح أوسع للناس وخلت إمكانية الرسم لشرائح أوسع أسهل وأعطت إمكانية أكثر يعني خلينا نحكي كم أكثر لكن ما بنقدرش نحكي إنه يعني الفن الرقمي هو مسؤول ويشجع على يعني تدني المستوى بذات الوقت هنالك من على مستوى عالي ويعتبر معروفا انه قديم نحكي قابليه الفن انه يدخل عالم شيء تجاري اسهل في العالم وهذا يمكن شيء مش كل فنانين بيحققوه وكذا انا بالنسبه لي يعني ما عاد التجربه هذه لكن بحبها يعني يدخلها الواحد بس بيكون عنده شروطه وعنده محرماته وعنده بنوده انا مع انه معشوق انتشر بكل وسائل الانترنت مع ان يتحول الى سلعه في وقتنا لكن هذه السلعه يجب ان تحافظ على حد من الابداع يجب ان تحافظ على احترامك على الفارس يجب ان يعني تكون مسوقه لسلع او خدمات اخرى وانما مسوقه لذاتها السكر الهادئ المتعلقه في الناس اللي عايشين في بلد وطن عربي ديجيتال ارت يعني عمل جاب كثير كبير بين الكلاسيكال ارت والنيو ايج ارت خلينا نحكي كثير فاد ناس بطريقه انه كشف رسامين ما كانوا عارفين حالهم من الرسامين يعني بلشوا ديزاينرز يعني عم بنقذ ناس فاكرين حالهم رسامين صاروا ديزاينرز والعكس صحيح يعني ديجيتال ارت كثير من اهم الشغلات اللي بتساعدنا اللي هو وقت يعني او انا بالنسبه لي يعني لسه خليني احكي لك كرسام كوميكس يعني اذا بدك زمان الواحد اذا بده يرسم من غير ديجيتال ارت كنا يعني تقعد لك على الرسمه يومين ثلاثه وتشوفها وتنشف الورقه وتنبسط عليها كيف تطلع غلط ترميها وتحزن هلا يجولي ما بتاخذ معك 4 ساعات 6 ساعات يعني ماكسيموم في اليوم تعدلها اذا ما بدك فهي بالضبط يعني زي المعجونه قبل كانت سوليد تحسها زي الحجر بدك تنحتها هلا صارت ديجيتال ارت بالضبط تحكيها زي المعجونه بتمعجنها وتملتنها زي ما بدك.